أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يسود طقس غير مستقر، هناك فرصة زخات رعدية من الأمطار، 35 درجة مئوية متوقعة، 33 الملموسة، 20% نسبة الرطوبة، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة أسرع. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ بالمنطقة الشمالية، حيث يسود طقس عاصف بالمجمل في تلك المناطق، رياح نشطة سرعة هباتها قد تلامس 100 كيلومتر في الساعة، وبالتالي الأجواء في سكاكا وتبوك وعرعر ستكون مغبرة بشكل لافت يوم نهار اليوم بإذن الله. سكاكا تسجل 36 إلى 18، عرعر 35 إلى 17، تبوك 33 إلى 16. بالنسبة للمنطقة الغربية، مدينة جدة 38 إلى 24، مكة المكرمة 40 إلى 29، الطائف 30 إلى 20، المدينة المنورة 39 إلى 25. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، حيث تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي بين المتوسطة والقوية، وبالتالي تعطو زخات رعدية غزيرة من الأمطار في المرتفعات الجبلية وأيضا في السفوح الشرقية من المرتفعات الجبلية كمنطقة نجران، تترافق أيضا من تساقط الحبات البرد. أبها طقس غير مستقر، زخات رعدية من الأمطار 25 إلى 18، جازان 36 إلى 32، أما الباحة 25 27 عفوا إلى 20. المنطقة الشرقية نبدأ بالدمام 39 إلى 27، الإحساء 41 إلى 25، أما حفر الباطن زخات رعدية من الأمطار وطقس مغبر 37 إلى 27. المنطقة الوسطى أجواء غير مستقرة في العاصمة الرياض، فرصة لزخات رعدية من الأمطار خلال المساء، ساعات المساء والليل 38 إلى 26، بريدة 37 إلى 21، أما حائل 36 إلى 22. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.